اديله السكه يا لا العربيه 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 يا جماعه ادخلوا العربيه يا جماعه مش هنسلم لا لا هو عايز يسلم 23 يحسب اللي عنده بالدولار يخصمه من 23 معلش لا 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 العربيه هو هيسلمنا هو الاستيراد فتح ايوه العربيه كله نستفيد من الوقت لا العربيه كنا كده يعني حضرتك جاي منين وايه المشكله انا حاجزين من شهر 2 انا ومحافظه الغربيه وجيت حجزت ودفعت 150 الف جنيه كان ثمن العربيه 370 الف جنيه معايا اقساط في الكلام مش هو بمزاج يا استاذ معايا اقساط اهوت متحدد فيه سعر العربيه من يا جماعه اهو 370 بسعر متحدد سعر 370 الف جنيه انا دفعت 150 دول اصلا الاثنين دفع مبلغ كاش ومبلغ بالفيزا الشركه قالت لي تدفع 150 دول مثلا المبلغ كام قالوا لا هي بس انا اخد جزء مقدم ومكتوب في الايصال بتاعي ان ده عاطل مش ايصال ان انا دافع بيه بس كده جاي من محافظه الغربيه ودلوقتي انا واقف قدام التوكيل انا مريض سكر وعندي السكر عالي فجيت بقول للموظف ادخل اخش الحمام جوه يقول لي لا ممنوع مع ان انا راجل عميل عندهم لما جيت احجز العربيه اتفضل يا بيه وقعدني وتشرب ايه ودلوقتي ممنوع اخش جوه عشان ادخل الحمام هو ده توكيل تويوتا هي دي العلامه اللي الناس بتجري عليها اللي ملهاش اي 30 صفه ولا 30 لازمه على فكره عربيات تويوتا دي عربيات رديئه احنا بنرضى بيها عشان عربيات على قد فلوسنا بس مش اكتر من كده طب يعني حضراتكم جيتوا هنا قبل كده طلبتوا احنا جينا كتير جينا كتير طب احكي لنا يعني ان كان في قبل كده معانا ناس بتوع عربيات اللي هي البلتا اللي هي اساسا السوق وتويوتا خدتها حافظ عليها العلامه بتاعتها وزود سعرها الناس كان عددهم كبير واحنا كنا بننزل معاهم سلموا الناس ديت عشان الضغط يخف من عليهم بمبلغ بزياده 45 الف جنيه لكل واحد ودلوقتي احنا عددنا طبعا الناس كتير برضو على فكره ما جاتش مش هم دول بس اللي حاجزين وما استلموش في ناس اكتر من دول مضروب 11 والباه اللي هو رئيس جهاز حمايه المستهلك بيقول لك 11 واحد اللي هو قفل اصلا المحاضره بتاعتنا من غير ما يرجع لنا رئيس جهاز حمايه المستهلك لما رحنا له قبلها قبل كده استاذ ايمن قال لنا اعملوا محاضر عملنا محاضر في الاجتماع اللي احنا كنا مجتمعين بيه قال لنا المحاضره ديت مش هتتقفل الا لما شركه تويوتا ترد على كل متضرر على بشخصه لوحده مش هيدور علينا كل مش هيرد علينا كلنا ولا شفنا رد ولا حد عبرنا وجهاز حمايه المستهلك قفل المحاضر بتاعتنا من غير ما يرجع لنا اساسا يعني حضراتكم دلوقتي متواجدين هنا يعني منتظرين احنا متواجدين كل احنا لنا طلب واحد بس احنا نستلم عربيتنا بالايصال اللي احنا معانا ايصال وصلنا مكتوب فيه ان هو عقد مش ايصال والعقد شركات متعاقدين وشركه تويوتا فيها محاميين ومستشارين وفيها ناس عارفه ان يعني عامله حسابها للسوق ممكن يتغير ولو يحصل فيه ايه حاليا دلوقتي بقول لك سلمهم بزياده 18% ليه ما انا كنت حاطط فلوس عندك في بنك ولا انت خدت فلوس اتضرب بقى في البورصه وخسرتها انا متعاقد معاك يا استاذ يا توكيل يا تويوتا انا متعاقد معاك وليه عربيه ماليش فلوس انا اصبحت حالا ليه عربيه ماليش فلوس شكرا احنا مكملين لاخر يا ريت نتكلم القنوات اللي كان عايز يدخل ويتفاوض القناه اهي اللي في حاجه لسه ما اتقالتش وعايز يعبر عن نفسه يعبر في على فكره مش كورولا بس الاعلام امبارح قال كورولا بس لا في روميون وفي باص وفي بلتا لسه ما استلموش من شهر 11 وفي سي اتش ار يعني ولا نوع لسه كل الانواع ما استلمتش مشكله يعني مفيش حد استلم خالص انت عايز تتكلم قبل ما اقفل لا حضرتك الصوره ابلغ من الكلام بصراحه يعني. الصوره بتتكلم عن نفسها بصراحه يعني الوضع ده يرضى حد بس انا بلغه يعني شوف الناس فين واقفين حضرتك هنا واقفين كمتصورين يعني حاجه كلام فارغ حضرتك جاي منين؟ انا من القاهره من هنا هي المشكله دي بقى لها قد ايه؟ يعني المشكله الكلام ده قلناه النهارده 2011 22 انا حاجز 2011 21 2011 النهارده سنه اللي فاتت النهارده سنه بنعتمد بالذاكره الثانويه 11 ل 11 ذاكره ثانويه
كده يا جماعه قبل كده لما جينا لما ضربونا واحنا جوه طلعنا البيبان برضه وكان في عميل من دوله عربيه مدخلهم قعدنا في المكتب في التكييف اللي اصلا توكيل توتا الزباله ده معمول عندنا في مصر هنا هان المصريين واكرموا العرب اللي هم برضه اخواتنا بس احنا بنشوف فرق المعامله المفروض يعمل لك كرامه وانت ليك حق يعني حضراتكم هنا منتظرين ايه او ايه طلبات مع اي حد مسؤول مكملين لاخر لحد اخر العمر احنا العربيه اي حاجه ثانيه لا دي اول وقفه ليكم وقفنا قبل كده كتير طب كان ايه ردود افعالهم العربيه بتاعتنا هو ده اللي احنا محتاجينه ما فيش اصحاب كراهه يعني هيطلعوا فوق يعني ادونا كلمتين ينقمونا بيهم وخلاص ايوه هو ظهر سي ان شاء الله متابعينا متابعي منصة أو كبير ميديا احنا هنا متواجدين في توكيل تويوتا هنا في تظاهر نتيجة زيادة 18% وهنا يعني بيردوا على كلمة 11 شكوى وكله بدأ يرفع ايده بيقولوا ان في ناس اكثر واكثر من اماكن اخرى يعني برضو بيشتكوا من توكيل تويوتا هو الزلف عنده 55 سنة ايه هيجنونا شيل البونا ما عنده 50 سنة وهو عنده 55 سنة كتبنا وكلنا على يمكن ها هو يضم مع الأم لا لا بتتكلم ازاي ده ماسك البتاع وبيعمل كده بيرقص يعني بيبحثوا علينا امنيا يعني ولا ايه بيعملوا شكاوى امنيا علينا يعني ولا ايه بعد ما قالوا كلها جاي لي من البحيره ولا شريف ولا ماجد قول له ما تخافش من الدكاتره ايه ده متابعي منصة أبو كبير ميديا يعني حضراتكم شايفين الأعداد قدامكم قد إيه واقفين هنا يعني حضراتكم شايفين ده كان رد الفعل على كلمة 11 مشكلة بس دول 11 واحد دول 11 واحد انتوا كام؟ مش هنمشي انتوا كام؟ مش هنمشي مش هنمشي جماعة لحظة جماعة احنا كام احنا كام احنا 11 احنا كام احنا كام احنا كام احنا كام 11 ومحدش 111
1011 كله بتعرف تعد لحد كام 1011 الاستاذ ايمن كله مش هيمشي حيله ما يقدرش سبعه اكبر بالتسعه وقالت ايمن ده ما ينفعش يقعد في المنصب ده دقيقه بعد اللي قاله امبارح وانتوا كرولا بس بيقولوا كرولا قالت ايمن هو اللي ده كرولا بس لا 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 شيل شعر اهو وراش الراس بعد ما حجزها بيقولوا المصنع قفل هو في ناس محتيل كده ده هو قالوا لي قالوا لي حاسب ده فلمينا. سايفهم سنة وبعدين يقول لهم مات ده في عقود حضرتك في مجرد مع الشركة اللي واقفة بره احنا عايزين نطلع طلعوا العقود دي فين العقود بتاعت اليابان ده قلبي فين العقود دي بنشوفها اليابانات فين تعالي استلمي يا طلع تقدر تعمل كده بعد في انتظار خروج عربيات وهنسلمكم في حدود المتاح تعالي بقى عشان تستلمي بالدولار والله ادي العربيات اللي خارجه من الموضوع ده الناس يعني بيتها اتخربت بمعنى الكلمه بسبب الموضوع بتاع العربيات الانفصال بين الجيل كل حاجه في الاسم علشان وسيس ضربوه ونزلت جلسه في النيابه التوكيل ضربه التوكيل ضربه ضرب ضرب ودم التعدي عليه استاذ احمد اهو فين استاذ احمد طب اندهل يا زحمه بيقولوا انهم ضربوه احنا عايزين نسمع عشان حق بص زمالوسي ما يتعلقش معاه